جاد كوفي تلبسنا واحد الحبسة اللي ربي ربي عالم بينا. احنا نسادين ولكن كاين المشكل هو ما عندناش باش نخلصوا لك راه لا ضو لا مصاريف لا حتى شي حاجه. التوقيف ما فهمناش علاش، بغينا نفهموا علاش. لاباس القوه راه الله يكرم راه ما شاء الله وصل، هذا مشكل بزاف عاوج بزاف. الناس بعت حوايجها تلقوا لي صال ما بقاش باش يخلصوا الكراوات. كاين اللي حيد كاع لا صال، كاين اللي حيد باع التطامي ديالو، كاين اللي مشى كيبيع شريف خضر. بالنسبه لي انا وليت كنعاني، دابا حنا كنضطر دابا كنتسلف دابا، انا كمدرب هو مدرب كيتسلف باش يعيش. انا كمدرب دابا حالا وليت تندخل المدخول ديالي من صني كروا ماشي ديال جابيل. انا الوفد ديال الناس دابا ضايعين، انا شاهدتهم باعوا التطامي، شاهدتهم تقول الانديه، شاهدتهم كيديروا خضره ديالهم، نصابوا ما ياكلوا ولادهم، فين يطلق الكره؟ علاش كيهمش هذا الرياضه؟ الرياضه بالعكس. انا استاذ عبيد ابراهيم رئيس جمعيات تقريبا هذه تقريبا انا شي 40 عام وانا كنمارس الرياضه. انا اليوم تقدم واحد سميتو بالنسبه للانديه اللي تسدوا من شهر حجر الصحيح، كانوا تسدوا عاود حلينا، عطونا البلاغ وزاره الشباب والرياضه باش تحلوا الانديه، حلينا الانديه درنا داكشي ديال الحاره اللي عطونا هما التعقيم الحراره تباعد المبارزه ما كايناش. من بعد تفاجئنا حتى قال لك اودي غتسدوا الجمعيات ديال الرياضه كلهم. مشيت انا عند السيد القائد ديال الحسنى كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، قلت له ودي عندك شي بالغ من السيد العامر باش نسدوا الانديه؟ راه كنا حلينا الانديه الله والدراري بداو كيجيو و بشرونا باش الانديه يتسدوا بصفه نهائيا. دابا حنا تشردنا الانديه كلشي تشردوا، الاساتذه المدربين رؤساء الجمعيه كلشي تشردوا باش غادي يخلصوا لك راه لا ضو ولا شي حاجه. دابا كاينه عندنا اكريه، كاينه عندنا بزاف فهمتي، كاينه بزاف حنا مع السلطه، حنا مع اي مع السلطه مع اي حاجه، ولكن حنا نسادين ولكن كاين المشكل هو ما عندناش باش نخلصوا لك راه لا ضو لا مصاريف لا حتى شي حاجه. راه كلشي الانديه كلشي راه الانديه كلشي مضرورين، كاين اللي حيد كاع لا صال، كاين اللي حيد باع التطامي ديالو، كاين اللي مشى كيبيعوا شريف خضره، كاين اللي ما بقاش ما يصرف. حنا كمدربين وكانديه حنا ما فهمناش شنو واقع، بغينا تفسير من لجنه اليقظه انها تعطينا واحد التوضيح علمي علاش اللي صال يسدوا في هذه الفتره ديال الكوفيد، مع العلم ان هناك قطاعات كلها حاله، لا قطاعات تجاريه لا صناعيه، يعني كل شيء خدام كل شيء، لاش القطاع ديال الرياضه مع ان الرياضه عندها دور كبير سيرتو الانديه. حنا ماشي عندنا، حنا ماشي كنتزاولوا الانشطه الرياضيه، حنا راه بالعكس عندنا دور كبير فعال في التوعيه ديال الشباب وفي التلقين، وكنعطيو دروس وكن يعني ماشي الرياضه، كاين هناك مسائل اللي توعويه وسيرتو من ناحيه اننا نوصلوا ميساج للممارسين كنوصلوا لهم ان الكوفيد شنو يعني باش يحاولوا يتجنبوا هاد الوباء. واش التلميذ اللي كتجيبو كتنميه عندك باش تحيدو من المحرمه ديال، احنا قلنا القهاوي جبدنا القهاوي اللي كتبقى فين وفين الحلاقه اللي عامرين، دابا كتلقى الناس العيد الكبير كيعيدوا غير العيد الكبير كيشوطوا الريوس ديال الحولي، سير الحلاقه دابا ولات الظاهره كيشوطوا، ما تقدرش تدخل لاصال كيشوطوا الريوس ديال البشر ديال الدراري. حنا ما كنعلموش الدراري هكا، اللي جا عنده غير الدور السميطه ما دخلوش لاصال، اللي عنده كيدير السنطه ما دخلوش لاصال. يعني الرياضه احترام، عقل سليم جسم سليم، ماشي كنجيو الدري نقول شي حاجه. هذا المشكل اللي كاين وهو يعني حنا كنضيعوا وحتى الشباب تا هو كيضيع، وكاين بعض الناس المحسنين تا هما كيضيعوا تا هما يعني خصهم الرياضه مثلا كيريحوا اللي مات. والمشكل اللي كاين دابا هو ريحنا من شهر مارس، من مارس حتى دابا يعني خدمنا واحد الشهر ما كامل شيء، ومن بعد ريحنا. وهذا المشكل يعني جات كنصوروا بزاف بالنسبه للمصاريف، بالنسبه بزاف د الحوايج، يعني كل خص له راكبه ديال المساكن اللي كتلقى مثلا يعني كاري لاصال وكاري المنزل ديالو يعني باش غادي يعيش، كي غيدير مسكين كي غيدير؟ يعني هذا مشكل كبير بزاف، مشكل عويص. لان يعني كنشوفوا بعض الفنانات تقاضاو مثلا الدعم بزاف ديال بعض الطرق اللي خدوها، ولكن بالنسبه للرياضه ما فهمتش. مثلا على سبيل المثال بالنسبه للفن، يعني مثلا بعض الناس كنسجلوا في واحد الشركه مثلا ديال حقوق التاليف دروا دوتور، سجلوا فيها مثلا كيسجل في 60 في 70 في يعني في 80، وكاين اللي مات وكاين اللي مرض، كاين اللي ما بقى كيديروا والو وصيفطوا لي الدعم ديالو. وحنا اللي كنخلقوا شباب
اللي كيمثلوا هذا الوطن اللي رفعوا الرايه يعني في جميع الدول. ما خلينا حتى دوله ما خليناها مثلا، وكيخلصوا من جيبهم كل شيء والاخريه منهم ساكن اللي لا خدمه لا خدمه لا والو، وسد لي مسكين لاصال، وعنده غير لاصال هو اللي عنده. لاصال هو اللي حتى حاجه ما عنده مسكين، غير مدرب كيتقاضى واحد الشهريه قليله مثلا، دابا بقى ما كاين حتى شي حاجه. عرفنا علاش حنا اصلا واقفين دابا. حبسونا ليصال، ما بقينا تنترينيو، وضاعوا لنا الدراري بزاف، عده ليصال باعوا الماتريال ديالهم، ما لقاو الناس فين يترينيو، وحبسوا لنا بزاف ديال الحوايج. يعني لومامو ميجاد كوفي تحبسنا واحد الحبسه اللي ربي عالم بينا. الناس بعد حوايجها، كنا طلقوا ليصال، ما لقاوش باش يخلصوا الكراوات، يعني تزاد علينا الماء والضو، ولا عندنا بزاف ديال الحوايج. نحافوا لنا الدراري ما بقاوش يترينيو، كل اللي مشى ولا وضاعوا ولا يكمي ولا يديروا بزاف ديال الحوايج. الدراري مشاو لنا بزاف، ماما كنا تنحضروا البطوله مشات لينا، مشاو لنا باساج دوكراد، الدراري عندهم يدوزوا على النوار ديالهم، ما بقاوش دوزوا، هما منحرفوا لينا، يعني ضعنا بزاف. يعني خصنا نديروا شي حاجه اللي تكون منطقيه باش يطلقوا لنا لي صال ديالنا. ماما لي صال في الدول العربيه ولا في الاوروبيه راه خدامين، وحنا هنا في المغرب وسيرتو الدار البيضاء راه ما خداماش، راه محبوسه بلا قياس. يعني يوقفونا، دعنا بزاف، خاصكم ديروا معنا شي حل باش حتى حنا نخدموا. راه الدراري ضاعوا، حنا ضعنا، ضاعوا مدربين، ضاعوا مدربات، العدد ديال اللي صار مشاو هباء منثورا، ضاعوا بزاف. الناس ما لقاش باش تخلص الكراوات، لا باش عندهم الاساسي ضايعين التلاميذ، بزاف ديال الحوايج ضاعت. كاري انا ب 2000 درهم هنا، ومازال كاري قديم وعاطي سميتو. وفي راس الشهر كنخلص ليها كيس، انا من الفلوس ديال لاكيس كنشد 2000 درهم كنخلص بها الكرا. والانديه اللي ما عندهمش باش يخلصوا الكرا لا والو باش غادي، وعندي مدربين، كاينين مدربين ومدربات، كلشي دابا كيسولوا امتى غادي يتحل هذا لاصال، على الاستاذ ديال الانديه، علاش المسائل الوليدات الصغار كيجي تاهما استاذ حنا بغينا نحيدوا الاستاذ ديالنا امتى غتحلوا. ايوا حنا دابا كنتسناو، حنا تهميش دابا بحال الانديه كلهم تهمشين، كلشي الاساتذه ومدربين ورؤساء الجمعيه وهادشي كله. الجامعات ما هضروش، ماشي انا خاصني نهضر، خاص الجامعات اللي متابعين للجان خاصهم اللي يهضروا. الوزاره كيتسناو الوزاره حتى تقول لهم حلوا. لجنه اليقظه راه كاينه، حنا كيقولوا ان سيدنا الهري قال كاين المرض اللي ما كاينش راه فهو كاذب. حنا كنقولوا هادشي كنصادقوا به كاين، ولكن خاصنا حل، خاصنا حل كيفاش غيديروا. راه الانديه كلهم مضرورين، ما كنهضرش على راسي انا، راه من طنجه للكويره كلشي الاساتذه المدربين. بالنسبه لينا حنايا كان واحد الفتره فتحوا لينا الانديه ديالنا في شهر 7، ومع اننا احترمنا الشروط الاحترازيه، منها التباعد، منها التعقيم، منها قياس الحراره، منها الطاقه الاستيعابيه، منها التهويه، هادشي كلها شروط كاينه في الانديه حاليا. التوقيف ما فهمناش علاش، بغينا نفهموا علاش. وزاره الشباب ما عطاتناش شي، ما كاين حتى شي حاجه. السلطه اللي جات اليقظه ما عطاتناش شي تفسير، ما كاينش شي قرار توضيحي. حنا بحال واقفين عشوائيين، حنا كنجيو قرار دابا، هذا القرار ما كاينش مكتوب، ما بغيتش نشوف شي قرار مكتوب ما كاينش. حنا كنشوف لك شي في الفيسبوك، كيجيك عون السلطه كيقول لك سد، علاش غنسد؟ سد. احنا مدربين، حنا دابا كنعانيو دابا. انا كمدرب دابا ما عندنا وليداتنا، عندنا مسائل، عندنا لي زوكار، عندنا بزاف، عندنا وليداتنا كيقراو، عندنا مجموعه ديال المشاكل. حنا واقفين دابا صبحوا، راه الله كريم، راه ما شاء الله وصافي. يعني هذا مشكل بزاف، عاوز بزاف، خاصو يديروا شي حل ولا بدا الناس ساكن، لان واش راه ما كاينش شكل لا ضرر لا والو. انا كنقدر نقسم يمين بان بهذه الرياضه ما كاينش شكل لا ضرر في الانديه حتى شي حاجه والو. ما يمكنش غدير 40 واحد 50 واحد، راه كدير الناس غادي يكونوا مفرقين، والكمامات ديالهم والتعقيم، وكما زدنا المصاريف ديال ملي حلوا لك في التقرير بين ديك الشهر الجوي ولا الجوي خلى بجواه، يعني خسرنا تقريبا غير ديال التعقيمات، المساله بزاف ديال الحوايج خسرنا فيها الفلوس. ودابا اللي حد الان راه ما كاين والو، اذا راه بزاف ديال الناس كيطلبوا باش تفتح القاعات مع الجمعيات، راه مشكله وصف. انا كمدرب دابا حالا وليت تندخل المدخول ديالي من سان كروا، من شي ديال جابيل تيد، مرة تنخدم شايفور، كل مرة واش ندير؟ ماما حط لها وقفنا لاصال، يعني ما بقى عندنا حتى شي دخل. حنا تحبسنا وقفنا، يعني خصكم ديروا معنا شي حل باش حنا نزيدوا قدام. ما عندنا لا دعم، ما عندنا حتى شي حاجة، يعني ضايعين بزاف. الجامعات ما داروا معنا والو، تنأفيلي وتنديروا معاهم كل شيء، أي حاجة تيطلبوها منا تنديروها. مي حنا بغيناهم ما لقيناهمش، بزاف ديال الناس ضاعت.
بزاف ديال التلاميذ ضاعوا، بزاف ديال الاساتذه ضاعوا، الناس ديال اللي صال، الناس الكبار ديال اللي صال، جمعيات كبار، يعني ما بقاو تيسوا والو، لا شيء، كلهم ضاعوا، وكل اللي طلق لاصال ديالو، وكل اللي باع الماتريال، الناس ما قاعده ما تاكل. ما خصكم تشوفوا معنا شي حل، تحنوا بليصال ديالنا باش حنا نرجعوا نخدموا كما كنا في الاول. يعني ضعنا بزاف، خصكم ديروا لنا شي حل. الأندية تهمشوا، ما كاينش لا كاينش لا دعم ولا والو. واش الجامعة عاطية الجمعيات كل نادي عاطيه 1000 درهم، كاين اللي عطاوه التعقيم، اش غيدير به؟ غادي تضو دابا، حنا الدورة من شهر 6 شادين، جانا شهر 6 و7 و8. اللي ديك فينا وزير الطاقة المعادي اللي كيقول لك راه هادشي خاصو يكون، ما كاين والو. واحد جاي من فرنسا، كاين هنا مديرنا كيدير اللي بغا. وهاد الناس، هاد الشعب كله، هاد الشعب كله ضايع. الضو ما كاين اللي ما مستهلكش الضو، وكيجينا الضو. فنخلصوه بالزمن ولا تجيك ورقه تقطع عليك. قالوا ثلاث شهور اربع شهور لما كاينش عندك ها ما تخلصش الكره. كاين واحد الفصل دابا ثلاث شهور اربع شهور من بعد هاد الكورونا اش غايديروا؟ اللي عنده شي محل غادي يقول لي خويه، كاين اللي خواه ماشي بخاطره، خصو باش يخلص الكره. بالنسبه لي انا وليت كنعاني، دابا حنا كنضطر دابا كنتسلف دابا، انا كمدرب. هو مدرب كيتسلف باش يعيش. اشرحوا لينا هذه المساله، ما فهمناش. يعني شنو الحل؟ حنا الحل راه عند 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 الحكومه، الحكومه خصها تحاول تشوف من حالنا. حنا كمدربين رياضيين راه صافي، راه وصلنا صافي، راه وصلت للحد بهذا المعنى، وصلت للحد. ما عرفناش غادي نديروا دابا، راه ربي حنا حتى الدراري ديالنا، التلاميذ اللي عندنا بدا كيضيعوا، التلاميذ عندنا راه بدا كيضيعوا، التلاميذ عندنا حنا دابا انا الشيخ يعني مشاو الدراري يعني مشاو، كاين اللي مشى للحراف كاع، خرج على نطاق الرياضه. حنا كنا شادينهم كنحاولوا نجروهم عندنا، وحنا ما عندنا ما نجرو، بقينا نشدو كنحاولوا نعتقوا الشباب، ولكن الاغلبيه الساحقه راه مشاو للجانب، وسيغسو كاينين واحد الفئه المخدرات كنحاولوا نجروهم عندنا، ولكن الغالب الله ما عندنا ما نديرو سيغتو في الظروف هذه. وكما قال السي ابراهيم قبيله، اللي كتلقى القهوه ما كاين فيها خمسه سته ترام، راه بلاصه حدا بلاصه، الكيران دابا كيمشيو بلاصه حدا بلاصه، الكيران راه حدا الكيران اللي كنشوفهم حدا بلاصه، الا الرياضه وحده يقول حتى المسجد حتى هو، الا الرياضه اللي كنشوفوا اللي تقريبا ما كاينش، ولذا حابسيننا ماشي ما كاينش، اما كتكون الوقت في الشهر ثلاثه عطونا واحد في الشهر سته ولا سبعه، عطونا حلينا واحد الشهر اللي ما كاملش، اللي الخدر اللي كانوا قلال، اللي كان ما كيتصاوب حتى شي واحد الحمد لله. ممكن ممكن بزاف، ماشي غير ممكن. انا كيف الدخول للقاعه من نفسها مثلا، كيف الدراري كيلعبوا في الكره في الزنيقه كتلقاهم يعني بلا كمامات بلا تعقيم بلا والو، ما كيخليهم ما كيديروا. حنا عندنا التعقيم وحنا كنخافوا على راسنا بزاف. راه الالوفات ديال الناس دابا ضايعين. انا شاهدتهم باعوا التطامي، شاهدتهم دخلوا الانديه، شاهدتهم كيديروا خضره دابا، ما صابوا ما ياكلوا ولادهم. فين يطلق الكره؟ علاش كيهمشوا هذا الرياضه؟ الرياضه بالعكس. هاك يقول العقل السليم في الجسم السليم. راه مشاو الناس باش يديروا وقفه احتجاجيه وجراو عليهم، ما عطاهمش وقت. انسان خاصو يعطيه وقت، ما كاينش كاع غادي يحل غير تجي عندك تقول لك اودي راه كاين كاين هاد الفتره راه هادي راه كلشي كاين، كاين المرض كاين المسيد، ولكن يديروا حل كما القهاوي دابا. انا نعطيك على سبيل المثال استاذ سيراج، انا نعطيك على سبيل المثال دابا القهاوي، هاد الانديه سديناهم كاين المرض كورونا، والقهاوي دابا ملي كيجلس واحد الزبون وكاين ود كيخرج كيجلس واحد في بلاصتو كيكمي، كيجي الاخر كيكمي في بلاصتو ما يدير لك هذاك، ما كنهضروش عليه، كنهضروا على الانديه اللي قالوا لنا ديروا التباعد ديروا المسافه وديروا هادو، والرياضه اللي مهمه اللي كتحيد الستريس ديال التلاميذ وكل شيء هذيك تمنعت. علاش؟ حتى هما يديروا المحل، خلوهم ما يخلوهمش مهمشين، لا دعم لا حتى شي حاجه، راه ماشي دعمونا راه كرمونا، راه ما كاين والو. وحنا كنطلبوا باش يكون شي حل لهاد الانديه كلهم، ما كنهضرش على راسي انا، كنهضر على الانديه من طنجه للقويره. وكنشكر هاد الاساتذه والمدربين اللي صابرين في هاد المسائل، حيت ما لقاوش كيفاش الحل يديروا معاهم شي حل. عندي واحد المساله بالنسبه للتلاميذ، عندي يعني كنعتبرهم ولادي، يعني عندهم واحد المكانه كبيره. انا بالنسبه ليا ما نقدرش يعني ما نقدرش نتواصل معاهم. انا ملي كيكون حدايا كنحاول نوصل لهم ميساج، كنحاول نوعيهم ونوصل لهم، يعني نقدر نجرهم عندي، نقدر نجرهم من الحراف بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للتلاميذ ديالي كنقول لكم الغالب الله، راه ما عندي ما ندير لكم. يعني